صح الدول الغربية، ونحن نشاهد كم المظاهرات اللي بترفع العلم بالظبط الفلسطيني واللي استطاعت ان هي يعني تعبر عن توجه مخالف للدولة. بالظبط. كيف جاء هذا؟ يعني انا هقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا، لان فعلا حصل تحول. وانا من وجهة نظري ان لا، الطرف الفلسطيني يعني كسب، يعني حقق طبعا ضحايا، احنا عارفين يعني حجم الشهداء. لكن انا يعني من وجهة نظري ان في انتصار كبير جدا للطرف الفلسطيني في المعركة الإعلامية، وده يعني أول مرة نشوف هذا الزخم كبير جدا من المظاهرات التأييد اللي حصلت داخل الدول الغربية نفسها. وده اللي خلى بعض وسائل الإعلام اللي كانت يعني واخدة التحيز الكبير ده، لا، بدأت تفتح مجال شوية للطرف الآخر. يعني احنا شفنا مثلا بعض المؤسسات الإعلامية رجعت كذبت بعض الحاجات اللي هي نشرتها، او اللي هي كانت يعني اللي هو احنا شفنا في لما كانوا الرواية الوحيدة اللي كانت بيتم تداولها انه تم قطع رؤوس اطفال من الاسرائيليين، واغتصاب وحتى سيدات الرئيس وإلى تورط آخره يعني. الرئيس الامريكي في هذا التصريح، ثم ورجعوا تراجعوا عن هذه تراجعوا عن هذا هذه الأخبار الكاذبة كلها. طبعا. انه استمرار القصف الغير مبرر والحجم يعني الشهداء من حتى من الاطفال لدرجه ان العدد كبير جدا، يعني في بعض الاحصائيات بتقول ان تقريبا كل ساعه بيموت مش عارفه كام طفل. فيعني ده طبعا خلق نوع من التعاطف الدولي، لان حتى يعني اسرائيل ما كانتش مهتمه هنا بان هي ترفع حتى الشعارات اللي هي خاصه بالقوانين الدوليه وحمايه المدنيين، اللي هي المفروض دي موجوده في الثقافه الغربيه. يعني نقل الصورة وهذا البث المباشر من أماكن الأحداث في غزة ساهم في يعني تغيير وجهة الرأي العام في كثير من الدول أكيد عما تفعله إسرائيل. أكيد طبعا. ومع استمرار القصف، ومع ثم إن إسرائيل لم تستطع إن هي تثبت أي من الروايات اللي هي قالتها، يعني في فعلا كتير من وأصبح في تعاطف كمان، تعاملها مع بعض المؤسسات الغربية الإعلامية في تعاملها مع الصحفيين وخلق الرقابة اللي كانت موجودة، دي كلها ضد المعايير المهنية. احنا شفنا بعض اللي ماتوا من الصحفيين عدد كبير جدا. في بعض المؤسسات الإعلامية الغربية تعاملت يعني طردت بعض العاملين فيها، بعض الصحفيين، لأنهم كانوا بيحاولوا يدوا رواية أخرى.